القضاء تأخر ولم يقل كلمة الفصل بعد. شو من كان الجرم اللي أنا عملته؟ يقولوا لي. ليس من المعيب أن يخطئ الإنسان وأن يعترف بخطئه وأن يعاقب بالسجن عندما يرتكب جرماً فيحاسب، لكن المعيب في الأمر أن يعاقب عقوبة مضاعفة يفتقد حريته وإنسانيته. وظيفة السجن المتمثلة في المعايير الدولية بالعقاب والتأهيل والحماية لا تموت بصلة إلى ما يحدث في سجون لبنان، ومن بينها سجون النساء. حالات حمل وولادة وأمراض منقولة، نقص في الخدمات الاجتماعية، غياب الشروط الصحية، عملية التأهيل والإصلاح، عدم الفصل بين الموقوفات والمحكومات، بين الجرائم المدنية والجزائية، انتهاكات تسببت في تنامي الغضب وانعدام الثقة بين السجينات، المجتمع والدولة، والجميع يدفع الثمن. وضع المرأة في السجون لا يقل سوءاً عن وضع الرجل. سجن النساء في بعبدة واحد من السجون في لبنان، قنبلة موقوتة. لا مش ممنوع، مسموح. يلا شفتي لك شو وحده فاتت الدعارة ما طلعت تاني يوم؟ قولي لي. انا دعارة ما طلعت لساتني. البعض ضحية والبعض الاخر مذنب، ووراء كل واحدة من السجينات حكاية. عيون راقبت وسجلت الكثير من المحطات الصعبة وراء القضبان. من الظلم ان يتهم شخص ويسجن قبل صدور الحكم عليه لمدة لا يعلم مقدارها. لكم أن تتخيلوا أن يصدر الحكم على سجينة تكون أمضت أكثر من المدة المحكوم عليها وهي في انتظار الحكم. لا أنا جالسة 20 قبل أتزوج اليوم. بيجيبونا لهون وبيجيبونا معنا سيكولوج. شو بدها تعمل؟ نقعد بنحكي 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 بتحمل حالها وبتفل. على اي اساس فشينا خلقنا؟ يا ريت لو الدولة والقانون بيسمع، يا ريت. في اشخاص كتير مظلومة بالحبس، شو من كان الجرم يلي انا عملته. يقولوا لي بنحكم انا على جرمي. بتقعدي خمسة بقعد خمسة، بعرف حالي قديه، بس شيء أنا مش عملته، عشو بدي بعد بدي أقعد؟ قديه بعد بدي أنطر ليصدر الحكم؟ على أمل إنه يفتح الباب وتظهر الحقيقة وتبين العدالة والقدرات.
السجن هو نهاية الحياة الاجتماعية بدي أخسر خسوب ما عندي شيء أخسره يعني خلص. لا تنتهي معاناة السجينات بعد انقضاء عقوبتهن في السجن، فمع العودة إلى المجتمع معاناة من نوع آخر عدوانية وعدائية. مش طلعت لنا بدي أحرق لقلبك، أقسم بالله أحرق لقلبك. لا بتعرف شو هيك لقلبي، قلبي فحم سودا، لو كان الصندوق كله بدي يقعد على قلبي قلبي يبيض، إلا لأحرق لقلبك. 7 سنين خلينا 10 سنين بلاش. يا ظلام السجن خيم، متى ستجري التعديلات في السياسات والممارسات لجعل بيئة سجون النساء في لبنان أكثر موائمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية؟ بتحكي بالقصة، يعني القصة بتلعبنا. لا حالي غني ما عجلي بين عالم ما بعرف إيش، مش مخدرات، أنا مخدرات ما سمعت فيها هون. أنا نفس ماني تفكريني إيش ما كان جاي الطائرة لهون. أنا بشتغل نفس كمبيوترات. من يناصر حقوق المرأة عليه أن يحسن من الإجراءات القضائية في المحاكمات. وقال لي أنت خدتي حقك تعتبري حالك هو إيه؟ خي قل له أنا آتي؟ شكلك مو أنت أختي. شو هالقاضي؟ حنون. أكتر شيء دغري على الحكم، على مؤبد، شو هالمؤبد؟ كل رفقاتنا مؤبد ليه؟ شو عاملين؟ اللي بيدافع عن شرفه وبيروح مؤبد، اللي بيدافع عن عرضه وبيروح مؤبد، بيختار مؤبد. شو اللي بدنا نعمله ماني كده؟ ماني معتبري حالي طبيب، ماني ايه؟ ماني بالظلم ايه. وخي حمل القضية وحطوني فيها، قالوا لي نص ساعة بتطلعي هيك قدامي، إلي على سنة، على نص ساعة. إن أهم مشكلة تواجه الموقوفات تخص حسم الدعاوي في وقتها، لأنها كثيرة ما تتأخر في مراكز الشرطة، خاصة عندما لا تجد من يحركها. كما أن المحاكم نفسها تعاني من البطء في عملها، ولهذا نجد الموقوفة تتأخر في السجن لمدة قد تتجاوز السنة من دون أن ترفع قضيتها إلى المحكمة. وين هالدولة؟ وين العدل؟ وين وزير العدل؟ وين وزير المال؟ وين وزير الحكم؟ وين المحكمة؟ وين القضاء؟ قضاء لناس وناس محددة. شو عيشت يعني بالسجن؟ سجن سجن قاعدة في لبنان. بدي شوف شي وزير، شي نايب، شو الشعور اللي عندهم هم فيه بالحكم اللي عندهم فيه، لأنه اللي عم تخلي القضاء تحكم الشعب هيك. في ناس عم تظلم ظلم ما لها علاقة بشي. يبدو من واقع سجون النساء أنه تم الإبقاء على وظيفة واحدة للسجن، وهي العقاب بأسوأ أشكاله. لا بطأ من هلأ واجه هذا. السجون اللبنانية بحالتها الراهنة تنظيماً وواقعاً بحاجة لإعادة نظر شاملة وجذرية لهذه الفئة المهمشة من المجتمع اللبناني، لها الحق في العيش الكريم وفي الحياة المستقرة. دعمها من قبل الدولة ومساندتها من قبل المجتمع واجب مفروض، ويبقى التطبيق العادل هو الخلاص الوحيد من قضبان الظلم لردع الإجرام وإصلاح مرتكب الجريمة. يا ظلام السجن خيم، نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد فجر مجد يتسامى، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. إن في صوتك معنى للأسى يا ظلام السجن خيم، نحن